أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل السلام على سيدنا ونبينا وقائدنا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكابر المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة هي المرة الأولى التي أتكلم بها في السياسة العالمية ليس من عادتي، ولكن بما أني أتيت من بلد عانيت فيه الظلم والاضطهاد، أبان الحرب الأهلية في لبنان وأبان الحكم حكم الجيش الفئوي، وقد عانينا كثيرا من الظلم ونعرف ما هو الظلم. فلذلك نحن معكم قالبا وقلبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وإياكم وينصر علماءنا والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. أيها السادة، إن ما نراه في دولة البحرين بعد مرور 8 سنوات على الثورة الشعبية السلمية بين قوسين تشير إلى أن أبناء البحرين لهم شعار واحد وليس لهم آخر، هو إسقاط النظام. وبالوا مقتنعين، أو بالأحرى لا يقتنعون بأقل من رحيل هذا النظام الفاسد. والسبب في ذلك أيها الأخوة والأحبة إنها لغة الحوار والتفاهم بين السلطة والشعب أصبحت غير يعني مزيه، وقد وصلت هذه المفاوضات إلى طريق مسدود. فالسلطة تواجه شعارات الشعب بالقمع والقتل والسجن والترحيل وأيضا بالرصاص. إن مثل هذه السلطة ليست مؤهلة لقيادة شعب البحرين، لا سياسيا ولا غير ذلك. والشعارات المطروحة إن كان في دولة البحرين أو في المهجر في ألمانيا أو في لندن أو في أي مكان في العالم فهي لها شعار واحد هو إسقاط النظام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وإياكم على الظلم، وسيعلم الذين ظلموا أي من قريبين وقريبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.